القوات السعودية تقصف مواقع للحوثيين قبالة جازان بعد إطلاقهم قذائف نحو الحدود. انعدام الأمن الغذائي في 19 محافظة يمنية، و70% من الأهالي عاجزون عن تأمين غذائهم. الحكومة اليمنية تحذر من عودة الميليشيات إلى المناطق المحررة وتدعو إلى فرض السلام ولو بالقوة. طائرات عراقية تنفذ عدة ضربات ضد أرتال لداعش في عامرية الفلوجة. رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي يحذر من كارثة إنسانية للنازحين قد يصعب احتواؤها. المتحدث باسم البيت الأبيض ينفي ما نشر عن توقيع أوباما خطة للتعاون الأمني مع موسكو. الضربات الأمريكية خارج العراق وسوريا وأفغانستان تسببت بمقتل 2581 مقاتلاً و116 مدنياً. شرطة بنغلاديش تعلن مقتل 6 مهاجمين وتأمين المطعم في دكة.